تعدد الزوجات يعني هل هو سنة أو مباح؟ هذه خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن السنة تعدد الزوجات، لأن الله تبارك وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فقال الأصل التعدد والواحدة عند الخوف طيب ألا يعدل. أم وبعض أهل العلم يرى لا، الأصل واحدة والتعدد جائز. والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا يختلف باختلاف الناس. قد يكون في حق إنسان الأصل التعدد، وفي حق آخر الأصل الواحد. الذي يخشى أن لا يعدل بين النساء يخشى أن يميل إلى واحدة دون أخرى، أو يخشى أن يفسد بيته، أو يخشى أن يظلم أولاده أو أي شيء من هذا، أو لا يستطيع أن يعدل بينهما، هذا في حقه سنة واحدة ولا يعدد. ومن كان يرى أنه عنده قدرة مالية وقدرة في التعامل ويتقي الله تبارك وتعالى قد يكون في حقه السنة التعدد. فلا يقال في ظني أنا، لا يقال أن السنة التعدد ولا يقال السنة واحدة، وإنما يختلف باختلاف الأشخاص. لا يقال مباح، يجوز. قال أقول لك البعض يرى أنه من السنة، البعض يرى أنه من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدد على خديجة، تزوج خديجة رضي الله عنها وظلت عند النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 25 سنة لم يتزوج عليها، أكثر من 25 سنة لم يتزوج النبي على خديجة رضي الله عنها. فلما توفيت خديجة تزوج سودة، ثم بعد ذلك تزوج عائشة، ثم عدد لما سافر هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، حتى عائشة تزوجها في المدينة. لكن القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عدد بعد ذلك، فلا يقال أن هذا سنة ولا يقال أن هذا سنة. واضح؟ نعم.